سيدي، لدي استفسار بس بعد إذن حضرتك لو تكرمت عليه. تفضل. هو يا فضيلة الإمام، هناك بعض العلماء الذين اختلفوا في قضايا المسلمين، كقضية تارك الصلاة وقضية الرضاعة، فلماذا فضيلتكم لا تفندون كتابا يعني يكون فيه الرأي واحد؟ لأني أعتقد أن المادة العلمية في إيد فضيلتك كبيرة عن اللي كانت في إيد الأئمة قبل كده، نظرا لاختلاف لا الوقت وسهولة الوصول لا للمعلومة لا لا حاليا. لا 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 لا، المتقدمون أفضل منا بكثير جدا، لا مقارنة بيننا وبينهم. لأن الأولون الله يحفظك ويحفظهم ويرحمهم رحمة واسعة، واسعوا الخطى جدا. إذا قرأت مثلا على سبيل المثال في الموضوع الذي تتكلم فيه، إذا قرأت كلام ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها، ترى أن ابن القيم يعني استفاض جدا رحمة الله تعالى عليه، بما لا يكاد يترك لنا شيئا رحمة الله عليه. فلا يعني تستهين بعلمائنا، نحن عالى على علمائنا الأولين. لا، طبعا انا لا استهين بالعلماء، ولكن يعني انا ارى ان الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، اسال الله الله ان يبارك يطيل له بقاءك على طاعته، وإياك. يعني من اعلم معلش. الناس لا الموجوده لا حاليا، لا وحقيقه لا لا بالله والله والله يا شيخنا، متفائل شوف، كبير في لا علم الحديث. اسمع، الحمد لله في علم الحديث، الحمد لله والشكر لله، لكن أقول لك هناك من هم أعلم منا بكثير، نحن نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. الكل يصيب ويخطئ يا فضيلة الإمام، أنا طيب يعني بحيي كثير المهم على قول المسلمين، تكلم بعض المسائل تكلم، التي اختلف فيها العلماء أن ماشي يكون ماشي. لها قول واحد، قول لا فصل. لا، أصل شوف، هناك مسائل يسعى المسلمين فيها الوجهان، وعملنا بحث في مثل هذا إن شاء الله وبصدد التمام، مسائل يسعى المسلمين فيها القولان أو الخلاف. ونحن الحمد لله ندرس يوميا، ندرس كل يوم أحد كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لعلة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن ابن رشد رحمه الله يبين وجهات العلماء وأدلتهم فيما ذهبوا إليه، يعني يبين أن في اختلاف في مسألة ما وأدلة الفريقين فيما اختلفوا فيه. فأحيانا يعني علماؤك الأولون اختلفوا واستدلوا، يعني اليوم مثلا في درس اليوم على سبيل المثال، هل تقبل الجزية من المشركين أم الجزية فقط مقبولة من اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى للآية قاتلوا الذين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو أورد حديثين في الباب، حديث أول أن النبي أوصى بريدة ابن الحصيب إذا ذهب إلى قوم أن يخيرهم بين ثلاث، الثالثة وكان إذا حصرت قوما من المشركين، في لفظ المشركين، فقل لهم إحدى ثلاث، إما أن يسلموا وأن يتحولوا إلى دار الهجرة، وإما أن يعطوا الجزية هم مشركون. وفي حديث آخر، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فليس فيه جزية بل فيه منتهى أمد القتال. فالرأيان قويان، فلا هناك مسائل لا بد أن تستوعب فيها رأي المخالف. بارك الله فيك.